السلام عليكم. يد لنا تجربة الليمون أو البرتقال الحامض مع الملح الطبيعي والملح الصناعي. بنحط نعصر الليمون أو البرتقال على اللي شسمه مع ماي العيش. هذا العيش ماي العيش نصبه هني، نصبه على الحامض ونخلطه، ونصب عليه الملح اللي هو ملح الجمعيات أو الملح المكرر. نشوف كيف يتغير لونه. شوف كيف استوى، قرب التصوير، قرب التصوير هني. شوف كيف يسود، شوف كيف بدأ يسود التجربة هاي. شوف كيف هذا الملح بدأ يسود، ونصب جنبه اللي هو الملح الخشن، الملح الطبيعي. هذا هو الملح الطبيعي. شوف شوف الملح الطبيعي أبدا ما تغير. شوف هذا الملح اللي احنا ناكله ونشتريه من الجمعية. شوف كيف استوى، فعلا التجربة يعني دليل وبرهان. هذا الملح اللي هو الصناعي اللي احنا نستخدمه الناعم اللي في الجمعية. هذا الملح الخشن، شوف مثل ما هو أبدا ما تغير مع الحامض. وشكرا، وثبتت التجربة أن الملح الطبيعي هو المفيد لصحة الإنسان.